بس اوكسيمتري هو الديفايس اللي يقيس لي نسبة الهيموجلوبين المشبع بالأكسجين داخل الدم الشرياني بالأرتريال بلاد. لما أستخدمه تقريباً أحتاج إلى 15 إلى 20 ثانية حتى يبدي يطلع عندي الانتربريتنشن. فمن بداية استخدامه ومن بداية قراءته إلى أن يسوي لي الانتربريتنشن على الشاشة راح يكون أكو ديليد نسميه ديليد من 15 إلى 20 ثانية. لما أستخدم البلس أوكسيميتر راح تطلع لي 3 أمور على الشاشة اللي هو عادة يقيسها. الشيء الأول أكو عندي ويف، والويف شيء أساسي بالباس أوكسيميتر. هذا الويف إذا ما شفت كان هذا الويف أو الريجولر مو بهالانتظام هذا، مثلا مثل ما جاي نشوف هسه، هذه الحالة ما أقدر أعتمد على القراءات الموجودة الأرقام الموجودة، فلازم يكون ريجولر ويف حتى أقدر أقول إنه القراءات الموجودة هي قراءات مضبوطة. شنو القراءات اللي راح تطلع لي على الشاشة واللي نعتمدها بقياسها عن طريق البلس أوكسيميتر؟ هو الأكسجينيشن أو الـ SpO2 أكسجين ساتوريشن، والثاني هو البلس ريت. عادة يكون الويف بهذا الشكل وبهذا الانتظام. الويف بالإمكان أنه ينتظر بلد فوليوم، لكن ما نقدر نعتبره فد شيء برسايز، ونعتبره فد شيء اندايركت او يعطينا فد هنت، مجرد هنت انه اكو فد قراءه تمثل لي البلد ويف. اذا كانت القراءه الويف عالي نقدر نعتبر انه البلد فوليوم عالي، اذا كانت فينت فنقدر نعتبر انه البلد فوليوم قليل، لكن تعتبر فد شيء اندايركت ومو شيء برسايز. بالنسبه للاكسجين ساتوريشن، هنا الأكسجين ساتوريشن اللي يقيس لي البلس أوكسيميتر هو نسبة الأكسجين الموجودة بالدم الشرياني، يعني ما راح يقيس لي الفينوس. شلون راح يقدر يميز بين الفينوس والأرتريال؟ عن طريق البلسيشن. فهنا أكو فد ميكانيزم معينة لعمل البلس أوكسيميتر هي اللي تخلي تطلع عندي هذه القراءات. هذا الشيء يحدده عن طريق البلسيشن. البلد اللي بي بلسيشن هذا راح يعتبره أرتريال ويبدي ياخذ القراءات من عنده. شنو الامور اللي ما يقدر البلس اوكسيميتر يقيس لي اياها وما نقدر نعتمدها؟ اول شيء الفنتيليشن. عاده البلس اوكسيميتر ما يعطيني هنت على الفنتيليشن، محتمل انه يكون الاوكسجينيشن عالي للمريض، ومحتمل في نفس الوقت يكون البيشنت هايبو فنتيليشن او هايبر فنتيليشن. المقصود انه راح يكون نسبه السي او 2 بي قليله او عاليه حسب نوع التنفس مالته، فما راح يعطيني هنت على كفاءه التنفس للمريض اعتمادا على البلس اوكسيميتر. ايضا البلس اوكسيميتر راح يكون غير دقيق في حالات معينه. من عندها اول شيء البرايت لايت اوف ذا ثياتر، احيانا تكون اناره كلش عاليه وقويه داخل الثياتر، واعتماديه عمل البلس اوكسيميتر هو على الانفراريد، فلما يصير تداخل ما بينه وبين هذه الاناره القويه بصاله العمليات راح تكون القراءه غير دقيقه. الشيء الثاني إذا كان المريض عنده فد أرثمياز أو نترثم نورمال رثم بلس، هذا الشيء راح يأثر لي على قراءة البلس أوكسيميتر، وراح تطلع لي قراءة الأكسجين والبلس الريجولار وشيء غير منتظم ومو معتمد، وخصوصا إذا كان الويف غير منتظم. فالمريض اللي عنده أرثميا عادة تكون القراءات البلس أوكسيميتر غير دقيقة وما نقدر نعتمدها 100%. أيضا بعض الامور الاخرى اللي تاثر على الاكيورسي اوف ذا بلس اوكسيميتر هي الكولد اكستريميتي، اذا كانت الاطراف بارده هنا ما راح يقرا لي بصوره صحيحه، لان بهذه الحاله راح يكون كونستركشن تقلص بالاوعيه الدمويه، فالبلسيشن راح يكون ضعيف بحيث ما يقدر يميزه كارتريال بلس وما تطلع عند القراءات قليله. بنفس السبب سبب الفيزو كونستركشن احيانا نتيجه الهايبوتنشن وعدم وصول البلس للفينجرز او الاكستريميتي راح هنا ايضا تطلع تكون القراءات غير دقيقه. من الامور الاخرى اللي تاثر لي على دقه البلس اوكسيميتر هي الكونجستشن. اذا كان عندي كونجستشن فينوس كونجستشن واصل الى حد انه اكو فينوس بلسيشن صاير، هنا ما راح يقدر يميزه عن راح يقرا عندي فد قراءات ايضا مو دقيقه. بعد شنو الاشياء اللي تاثر عليه؟ اللي عندنا النيل فانش، اصباغ الاظافر وخصوصا البلو كلر والدارك كلر راح يصير انترفيرنس وذ ابزوربشن اوف ذا انفراريد اللي تعتمد عليها الميكانيكيه بعمل البلس. راح تكون عندي القراءات ايضا مو دقيقه. ايضا الامور الاخرى اللي تاثر على الاكيورسي اوف ذا بلس اوكسيميتر هو الشفرنج، لما تكون المريض مرتعش فهنا راح تكون قراءات خاطئه ومو دقيقه.
من الأمور الأخرى اللي تأثر ومن المحتمل أنها تكون القراءة مو دقيقة هي موضوعين مهمين لازم نخليهم بالنا. أولا الميتهيموغلوبينيميا، إذا كان هي حالة من المرضية يكون الهيموغلوبين بها بشكل مغاير للشكل الطبيعي مالته. بهذه الحالة راح يقرأ لي البلس أوكسيميتر قراءات أقل من الطبيعي، في حال في كون أنه المريض راح يكون أكسجين الحقيقي مالته ضمن النورمال، لكن القراءات تطلع عندي قليلة منخفضة إلى حد 85 عن طريق حالة اسمها الميتهيموغلوبينيميا. أيضا الحالة الأخرى اللي ما يقدر يميز لي هو السي أو بويزنينج، التسمم بأحادي أكسيد الكربون. هنا راح يقرأ السي أو وكأنه أكسجين ويطلع لي قراءة 100% أكسجينيشن 99% أكسجينيشن، لكن في الحقيقة البيشنت محتمل يكون داخل بهايبوكسيا. شو الأمور اللي ما يقدر يقيس لي البلس أوكسيميتر؟ أول شيء فنتيليشن. البلس أوكسيميتر ما يعطيني أي معلومات عن كفاءة التنفس للمريض. المريض راح يكون هايبو فنتيليشن أو هايبر فنتيليشن، راح يكون أكسجين ضمن القراءة معينة لكن ما يعطيني هنت على كفاءة الفنتيليشن للمريض اللي هو نعتمد عادة CO2. فالبلس أوكسيميتر ما يقيس لي شيء متعلق بالفنتيليشن. الأمر الثاني، البلس أوكسيميتر ما يقيس لي ضغط البي اي او 2، يعني ضغط الأكسجين داخل الدم اللي يمثل لي الأكسجين الموجود بالهيموغلوبين والموجود أيضا dissolved in the blood. هذا ما راح يقيس لي يا، فما نقدر نعرف الـ PiO2 بشكل دقيق عن طريق البلس أوكسيميتر. ما يقيس لي التشو بيرفيوجن لأنه ما يقدر يحدد لي أنه إيش قد البيرفيوجن لهذا التشو، هذا النسيج إيش قد جاي يوصله أكسجين أو ما جاي يوصله أكسجين. أيضا البلس أوكسيميتر بالنسبة للميكازم اللي يعمل بها البلس أوكسيميتر فشي بسيط يتعلق بالإنفراريد أبزوربشن. هذا البلس أوكسيميتر راح يعطيني فد انفراريد اجكشن ويستقبله بالجهه الثانيه، هذا راح يصير بنسبه امتصاص معينه بالهيموغلوبين المشبع بالدم فيعطيني قراءات الموجوده. هذه الامور المهمه اللي لازم نعرف عن البلس اوكسيميتر واللي يعتبر واحد من المونيترز ستاندرد اللي لازم نعتمده في صاله العمليات وعده العنايه المركزه في كثير من الردهات، وايضا عند نقل المريض يجب ان يكون المريض في قياس بلس اوكسيميتر. شكرا جزيلا، نلتقيكم في فيديو آخر.